الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. النهارده عندنا حلقه حالمه، حلقه هنروح فيها لعالم الاحلام والمنامات والرؤى ونسال المختصين يا ترى هل فعلا الحاجات اللي بنشوفها في النوم لها علاقه وارتباط مباشر بحياتنا اللي احنا عايشينها؟ هل فعلا اللي بيحصل لنا ده او اللي بنشوفه في الماضي وفي الحاضر بيحصل لنا، ولا ده مجرد ايحاءات ايهامات؟ هل اللي بنشوفه ممكن يبشرنا باللي هيحصل في المستقبل؟ هل دوما الأحلام بتحمل رموز ودلالات لها معنى لها تفسير، أم ممكنها تكون من غير معنى؟ وما هو الفرق بين الحلم والرؤية؟ وما هي الكوابيس؟ كل ده وأكتر هنناقشه في حلقتنا النهاردة مع ضيفتنا الأستاذة أحلام الأكاديمية والمتخصصة في تفسير الأحلام، وإن شاء الله هيكون في الجزء الثاني رقم التليفون هيكون على الشاشة لمن يريد أن يسألها في تفسير حلم أو رؤى. أستاذة أحلام أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، وسعداء جدا بهذا اللقاء. أنا أسعد والله. خلينا نشوف مع بعض هذا التقرير عن الأحلام والرؤى وبعد أن نبدأ حوارنا مباشرة. تفسير الأحلام قضية شغلت علماء الدين وخبراء العلوم النفسية على مر العصور، وبات لها روادها الذين اجتهدوا في التفريق بين الرؤية الصادقة والأحلام الوهمية، ولعل أبرز روادها الإمام محمد بن سيرين. وفي الآونة الأخيرة انتشرت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع التي تعمل على تفسير الأحلام دون أن يعلم المواطن نصيب المفسر من العلوم الشرعية والنفسية، مما جعل تفسير الأحلام مهنة لغير أهل الثقة والخبرة بهذا الشأن. وفي التراث المصري فإن الأحلام ثلاث مهام، إما أنها رؤية صادقة تتحقق، وإما أنها تنبيه للإنسان لخطأ يرتكبه، وإما أضغاث أحلام لا فائدة منها. كما تعرض الفن المصري مراراً إلى قضية الأحلام بالطريقة المصرية، فجسد الفنان أحمد زكي دور الوزير الفاسد الذي تطارده الأحلام والكوابيس. أنا بخاف من النوم يا عطية. أيوه، ما بنامش لحظة إلا لما يجيني كابوس كأنه تعبان يتلف حوالين رقبتي. كما جسد الفنان أحمد عز دور عزيز في فيلم يحمل اسم حلم عزيز. حكاية الحلم دي ممكن تتطور وبعد كده تشوف والدك وانت صح. ولما لتفسير الأحلام من مكانة خاصة في ثقافة المصريين، ظهرت أصوات تطالب بوضع ضوابط للقائمين على تفسير الأحلام التي يعتبرها السواد الأعظم جزءا من ثقافة الدين الإسلامي. اهلا بحضراتكم مره تانية. واستاذ احلام، يعني خليني ابدا معاكي، تفسير الاحلام تاريخيا بيعود الى اي عصر الى اي زمن؟ وليه دائما يتردد ان المصريين القدماء واليونانيين هم اكثر الشعوب الذين عملوا في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تفسير الاحلام دي تاريخ كبير قوي، من ايام الاغريق ومن قبل كده، من ايام الحضاره السومريه لما اكتشفوا احجار منقوش عليها ومكتوب عليها حاجات تخص التفسير الرؤى والاحلام. وبعدها في العصر المصري القديم اللي هو عصر الأغريق أصبح التطور العلمي شوية وبقى له مدارس، وكل إنسان كان وكل الناس اللي كانوا بيفسروا كان لهم مكانة عظيمة جدا في التاريخ وليهم مهابة في الموضوع ده، وليهم جزيل العطايا من الراعي والرعية لما يبتدوا ان هم يفسروا الرؤى وتكون الرؤى صح، وكان ليهم نوع من ان التكهن او بيسموهم الكهنة. ده كمان ده زمان ايام العصر القديم. اتطورت شوية المدارس وأصبح في العصر البطلمي أو اللي تطور شوية بعده، بقى فيه إن في تفسير رؤى وأحلام، بقى فيه كاهن مخصوص ومكان اسمه مكان النوم أو اللي بينام فيه الكاهن. الناس كانت بتجزله العطايا وكانت بتروح له علشان اللي محتاج إن هو يشفى، عايز له يشوف له رؤية أو كده، فكان بيتكهن بشوية حاجات قبل ما ينام علشان يشوف له رؤى، وكانوا بيعتبروها إن ده حاجة من الإله أو من الآلهة،
بتحذر الانسان او بتبشره، وده كان اجتهاداتهم في الاول. وتطور بقى تفسير الاحلام مع العلم ومع الانبياء الى ان وصلنا. بيوجد في ايات القران الكريم ايات عن الاحلام، يعني في كما في سوره سيدنا يوسف، في سوره سيدنا ابراهيم. هل يعني هذا ان التفسير له دلالات في علوم القران؟ طبعا التفسير له دلالات في علوم القران. وقبل ما نفسر الرؤى لازم برضو نطلع على القران والسنه. الاسلام الحمد لله من السنه ومن القران اخذنا من الرؤى مشروعيات، زي مشروعيه الاذان والاقامه. لما عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب راى في منامه ان هم برؤيه الاذان والاقامه كامله، فقصوه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له اذهب لبلال واخبره بها فانه اندى صوتا منك. ومن هنا اخذنا مشروعيه الاذان، وبرده مشروعيه الاذان والاقامه، وبعد كده اخذنا برده مشروعيه العشر الاواخر من رمضان، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤاكم قد تواطأت على العشر الاواخر فتحروها في العشر الاواخر. فدي يعتبر مشروعيات. احنا طبعا دلوقتي ما نقدرش ناخد مشروعيه لان لازم يقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرؤى ده علم يعني ما لا يستهان به. نعم. طيب هل يختلف الحلم باختلاف ثقافة الحالم، يعني مثلا مستوى وعيه وبيئته وثقافته، الزمان المكان اللي هو عايش فيه؟ طبعا بتختلف الرؤية باختلاف الظروف، باختلاف الأيام، باختلاف الفصول، يعني حتى الفصل كمان فصول السنة بتغير في تفسير الرؤى، بتختلف باختلاف النوع من ذكر أو أنثى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله عز وجل، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، ورؤيا من تحذين الشيطان. لو احنا عملنا بيها وعرفنا ازاي نفرق بين الرؤيا اللي من الله عز وجل وبين الرؤيا اللي من الله عز وجل بتبقى تنبؤيه، اما بشرى او تحذير او امر او نهي، ودي اللي احنا اللي بنعمل عليها، اللي احنا بنفسرها. الرؤيا اللي من حديث النفس وهو ما يحدث الانسان نفسه بيه، يعني الانسان بيحب شيء فبيحلم بيه او بيتكرر او طول النهار مثلا دائم التفكير في شيء فبيشوفه في رؤيا. ده طبعا لازم نفرق بيه، لازم قبل ما افسر الرؤيه اعرف ظروف الراي واساله شويه اسئله، منها اعرف اذا كانت دي من حديث النفس او رؤيه تنبؤيه اللي انا بشتغل عليها وبفسرها اللي بتبشر بحاجه خير، او انها رؤيه من تحذين الشيطان. الرؤيه اللي من تحذين الشيطان بيكون الانسان دائم الخوف على شيء، انا خايفه على ابني جدا فاحلم لا قدر الله بيحصل له مكروه، انا خايفه على عربيتي تتسرق احلم انها بتتسرق، فالحاجه اللي الانسان بيخاف منها اقول له انساها. يعني انا لما بفسر الناس من كتر ما انا بكلمهم ابتدوا يعرفوا امتى يتصلوا عليا ويفسروا رؤياهم، بيصحوا من النوم عارفين لا دي تحزين شيطان، دي انا مش هسال فيها لان انا فعلا خايف منها. لا دي يعني عفوا، تحت تحزين شيطان يعني ايه؟ تحزين شيطان يعني معناها ان الانسان يشوف حاجه في المنام يكون يحزن عليه، يصحى مكتئب. ربنا سبحانه وتعالى الحاجه الوحيده اللي بيورد بيها الباب للمستقبل هو علم الرؤى، علشان اذا كان خير يتلقاه او شر يتوقاه بالدعاء. اما اذا كانت حاجه خايف منها الشيطان بيحزنه عليها، يعني مثلا واحده خايفه على ابنها قوي خوف سيستير يعني، او مثلا شاب خايف ان هو يسقط في امتحان فيحلم نفسه ان هو بيرصف في الامتحان، يعتبر ان هو الحاجه الوحيده اللي هتحزنه، فبيشوف الحاجه دي بتتكرر معاه في المنام. انا لسه قبل ما ادخل على الهوا كان في زميله انا بتسالني بتقول لي اني انا بشوف دايما بنتي بيجرى لها مكروه وحتى ما بتتحققش، يعني بتصحى من النوم متنكده شايفه بنتها دايما بتسقط من مكان عالي، شايفه ان بيحصل لها مكروه فبتتكرر معاها وفي نفس الوقت ما بتتحققش. ايه اللي بيحصل بعدها؟ ان الانسان بيحزن، لان هو صحي حزين متضايق يعمل طوارئ، انا مش هخرج بيها، انا مش هوديها النادي، انا مش هعمل كذا لان انا شفت انها حصل لها مكروه، فبيصحى حزين، ودي نتجنبها خالص وما نفسرهاش. وحديث النفس اللي هو اشتغل عليه علماء النفس زي سيجمان فرويد والناس دي، الغريب بقى والحاجه المدهشه ان علماء النفس برغم تقدمهم في علم النفس قال انهم لم يفسروا او لم ينجحوا في تفسير رؤيه تنبؤيه واحده، لانهم ما لجأوش للقران والسنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبقى لأمتي من بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة التي يراها العبد أو ترى له، يعني أنا أشوف رؤية لنفسي أو غيري يشوفها لي، هي دي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنعرف منها نتنبأ بمستقبل أو نعرف بيها حاجة عن المستقبل. وده العلم الوحيد والعلم الرفيع والعلم اللي فعلا جليل، إن هو الإنسان فعلا لازم يكون في رقابة على اللي بيفسره، إزاي بيفسره، إزاي بيعرفوا يقسموا تفسير الرؤى، لأن الحاجات دي حاجات وحي من الله عز وجل للرأي وللي بيفسر الرؤيه. يعني اذا يمكن داخليا اسال حضرتك، من الذي يقوم بتفسير الاحلام؟ هل هناك دراسات مثلا معينه لمثل هذا العلم ام هي موهبه خاصه دون دراسه؟ هي موهبه وبتثقل بالعلم. يعني الموهبه لوحدها هي لما يكون الانسان عنده موهبه مثلا الرسم او عنده موهبه ايا كانت، لما بيثقلها بالدراسه بتبقى افضل واحسن، لما بيلم بالقران والسنه، بيلم بيلم مثلا باشعار بامثال دارجه، الحاجات دي بتساعد قوي في التفسير. يعني حتى كمان الشعر، بيت الشعر بيت دارج، يعني مثلا لما نقول ايه: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها،
يبقى ده يعتبر حاجه الناس بتقولها بتتداولها او بتقولها مثلا ان حفر حفره الاخي، فواحد بيحلم ان هو بيحفر حفره لحد، احذر انت انت اللي هتقع في الحفره دي. يبقى احنا استعملنا لازم يكون ملم بثقافات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا راى احدكم رؤيا يحبها فليحمد الله عليها فهي من الله، فليحمد الله عليها ولا يحدث بها الا حبيب او لبيب. حبيب اللي هو يتمنى لك الرؤيه انها تتحقق لك وتكون خير، اللبيب اللي هو مفسر الاحلام معبر المنامات علشان ما يتطرقش الحاجات تبتدي انها تخرجه عن تفكيره وان هو يشوف تفسيرات تخليه حزين او زعلان. وفي رؤى اخرى يقول لك لما تشوفها ما تحكيهاش لانها ممكن تتحقق اذا وقعها كده، هل ده صحيح؟ لا، لو تتحقق هي تسبب له اكتئاب، هي مش هتتحقق لان ربنا سبحانه وتعالى دي حاجات من المستقبل، حاجات مستقبليه، ربنا سبحانه وتعالى بيورب بيها الباب للمستقبل، بيكلف بيها ملك بالانسان النايم، بيبقى ملك موكل بالرؤيه ساعد حال الانسان في النوم. يعني مثلا لو جينا قلنا شفنا الايه القرانيه اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون، صدق الله العظيم. فحال النوم الانسان في حال نومه بيبقى ده موت اصغر، فسبحان الله بتتوفى روح الملائكه على انه زي المتوفين، ربنا بيمسك الارواح ساعه النوم، ساعة ما ربنا بيأذن للروح انها هتعيش تاني بيوكل بها ملك بيطلعها على جزء من اللوح المحفوظ بإذن ربها، فسبحان الله بيرى فيما لا يرى سواه ويرى وهو مغمض العينين ما لا يراه غيره. في دنيا هو فيها الشاهد والمشاهد، هو فيها الرأي والمرئي، بيشوف نفسه بيعمل حاجة كأنه سيناريو إخراج وكله قاعد بيتفرج على نفسه بيعمل إيه. إذا كان الإنسان ده صادق بتبقى رؤية صادقة جدا، يعني ممكن الناس من طبعها وقبل ما تفسر لازم تقول لي أنا من طبعي إن أنا بشوف الرؤية بتتحقق زي ما هي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدقهم رؤى أصدقهم حديثا. يعني الإنسان اللي صادق في حياته، الإنسان اللي ما بيكذبش وما بيحبش الكذب، بتلاقي رؤى سبحان الله زي يعني رؤى الأنبياء وما يتبعهم من الصالحين، رؤاهم بتبقى جزءها جزء كبير قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤية الحسنة من العبد الصالح هي جزء من 46 جزء من النبوة، وفي رواية أخرى جزء من 70 جزء من النبوة. الأجزاء دي من 70 ل 60 46 بتختلف بدرجة صدق المرء، كل ما كان صادق كل ما رؤيته اتحققت زي ما هو شافها. فلما الإنسان بيصحى مثلا الصبح شايف رؤية جميلة أو شايف رؤية بيتفائل بيها بتتحقق زي ما هو شافها إذا كان الإنسان ده صادق. في ناس بتيجي تفسر عندي مثلا رؤية ولا بتتحقق لا بخير ولا بشر، أنا شفت كذا كذا، طب أبشر ده في رزق جاي لك، مفيش رزق جه، طب احذر ده في حاجة تحصل لك كذا كذا، مفيش حاجة حصلت، يبقى العيب في ايه؟ ما الرموز كلها بتدل على ان دي في حاجه سيئه هتحصل او حاجه خير هتحصل. لا، تفقد احوالك ان انت انسان مش صادق مع نفسك، علشان كده رؤاك مش بتصدق عليك. فلما ربنا سبحانه وتعالى بيقرب له الباب للمستقبل في حال نومه، بيرى الانسان الرؤيه اللي مكلف بيها جزء من اللوح المحفوظ باذن ربه بيطلع عليه، لان ربنا شايف ان الانسان ده مثلا هيقع في مكر، هيقع في حاجه سيئه، او هيشوف بشره جميله قوي هتحصل له، هو قاعد مكتئب رزقه قليل، محتاج ربنا يكرمه بانجاب، محتاج ربنا يكرمه بعمل، قاعد حزين فبيشوف بشره حلوه بيتفائل بيها وبيفرح بيها، عشان سبحان الله ربنا رايد له ان هو لو هو اصلا بيصدق الرؤى او بيفسر عند حد كويس هيبقى مبسوط، هيبقى مرتاح، هيحس ان في بشره قدام جميله هيستبشر بيها ويفرح. لما يكون انسان مثلا بيقع في خيانه او بيقع مثلا هو يقع في مرض لا قدر الله او شده، بيشوف الرؤيه يحذر منها. يحذر منها ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا راى احدكم ما يكره فلا يحدث به وليقم وليصلي. وفي رواية أخرى: وليدفل عن يساره ثلاث ويستعيذ بالشيطان الرجيم ثلاث. يعني أنا دلوقتي في حال أني أنا شفت رؤية سيئة، قلت طب ما احنا خلاص شفناها وهي كتبت في اللوح المحفوظ وهي قدر خلاص هينفذ، يبقى إيه معنتها أن أنا شفت إيه اللي هيجرى لي يعني لما أشوفها وحشة ولا لما خلاص كده هي كتبت؟ لا، طب ما هو الدعاء بغير القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء والقدر بيعتلجان بين السماء والأرض. إذا كان دعائك أقوى وتقربت لربنا أكتر، فربنا سبحانه وتعالى بيغير القدر وبيبعد عنك شرها أو ممكن يتحقق جزء منها. فإيه المانع إن إحنا في كلا الحالتين بنلجأ لله؟ إن كان خير ندعي ربنا يوفقنا ليه ويدينا خير الرؤية دي، وإن كان شر بنلجأ لربنا وندعي ربنا إن هو يبعد عننا شرها. ففي كلا الحالتين بنلجأ لله سبحانه وتعالى. يعني في ناس يمكن بتشوف رؤى ممكن جرى العرف يعني يقول لك انت شفت حلم النهارده ما تحكوش لحد والتفت يسار ويعني وابصق ثلاث مرات يعني يساره ثلاث ويستعيذ بالشيطان الرجيم ثلاث. ده انهي حاله بقى؟ حاله ان هو مثلا دلوقتي هو مش قادر يصلي، شاف رؤيه سيئه، او مثلا في حاجه لا قدر الله تمنعه عن الصلاه او تمنع السيده عن الصلاه، فانها تعمل ايه؟ ابسط حاجه انها تدفل عن يسارها ثلاث وتستعيذ بالشيطان الرجيم ثلاث. بس الاقوى ان هو يصلي ركعتين، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لما يكون الانسان ساجد وبيدعي ربنا: ارفع عني يا رب شر الرؤيه دي، انا شفت رؤيه انقبض لها صدري. يعني سبحان الله بتبقى في رؤيه سيئه والانسان بيبقى فرحان، بيبقى يصحي صدره منشرح ومبسوط مع انها سيئه،
يعني زي مثلا واحد بيحلم ان هو بيعزي وكان في عزاء او في جنازه او في حاجه زي كده، وممكن يشوف نفسه في فرح وهو بيرقص وبيغني بس صاحي منقبض الصدر ومتضايق، لان دي تفسيرها سيء ودي تفسيرها حسن في رموز الرؤى، يعني الفرح والمعازف. وفي اللي بيشوف نفسه سنانه بتقع، وفي اللي بيشوف نفسه هو بيموت. علم باب الاسنان ده باب كبير قوي، يعني علم الاسنان ده كل سنه ليها تفسير وكل ناب ليه تفسير، والقواطع غير الدروز غير اللي فوق غير اللي تحت. احنا لو جينا اتكلمنا مثلا عن الاسنان هنقول الاسنان العليا هم رجال القوم، والاسنان السفلى هم نساء القوم. طب الاضراس اللي ورا دول كبار القوم، اذا كانت سيدات او نساء من فوق او من تحت فده الجزء الناس الكبار في السن. اما القواطع اللي هم قدام دول نقول عليهم الضواحك، اللي بيهم بيبتسم الانسان وابتسامته وضحكته بيهم، فيبقى اقرب الناس ليه اللي بيضحكوه وبيبسطوه لو حصل فيهم من خير او شر بينسب للشخص. كل سنه ليها شخص من الاشخاص القريبين او ما ينوب عنهم ان كانوا مش موجودين. الناب ده سيد قومه، يعني ايه؟ يعني مثلا الناب اللي فوق مثلا ده رجل، هو الرجل الحاجه العصب اللي في البيت، الرجل اللي هو ماسك البيت او هو الشديد، لانه طبعا احنا بنقطع بيه هو اشد حاجه في الاسنان، فلو حصل فيه من خير او شر بينسب ليه. طب لو واحد مثلا شاف في منامه وليكن ان هو بينظف اسنانه، هو ده انسان بيتفقد احوال اهل بيته، بيحبهم بيحب الناس بيود اهله بيعمل مواد دايما. طب واحد بيطرد بلسانه اسنانه او مثلا بيطلع اسنانه كده بلسانه وبيطردهم بره، هو ده انسان مش بيود اهله، او الانسان ده سيء لسانه بيخليه بدا كتر كلامه او مضايقته لاهله او مش بر باهله ما عندهوش صله رحم فمطاردهم كلامه مش كويس، فعشان كده اهله بيبعدوا عنه. فكل حاجه لها تفسير وكل رمز في الاسنان له تفسير، وهكذا بقيه اعضاء الجسم. والعلم ده علم رفيع وكبير قوي وعاوز حد مطلع ودقيق جدا عشان يفصل. بخصوص العلم ده انتشر في الكتب او في الاسواق كتب تفسير احلام، يعني شفنا منها مثلا مؤلفات ابن سيرين زي منتخب الكلام في تفسير الاحلام وتعطير الانام في تفسير الاحلام، في كتب لسيجمند فرويد وفي مؤلفات للطهطاوي وغيرها. هل هي صحيحه كلها ام ممكن يكون بعضها تجاري؟ هو الانسان مش المفروض ما فيش مانع ان هو يطلع على كل الكتب، المانع انا مثلا انا كنت اقرا لسيجمند فرويد اقرا مثلا لابن سيرين اقرا لده اقرا لده وفاضل بينهم، بس مش بفضل يعني انا اعمل على تجربه حيه. يعني ممكن مثلا ابن سيرين قال في كتبه ان البيض المسلوق كذا والعين كذا ومش عارف، انا لما افسر لحد تفسير عن رؤيه عين او رؤيه فرح او رؤيه عزاء انا شفت خلاص الكتاب وطبقته في كذا كتاب تاني وبعد كده شفت رؤيه من نفس النوع، طيب هستنى اشوف تفسير الرؤيه ده هل حصل زي ما في الكتب دي كلها واشوف مين الاصدق منهم ومين الاقرب للصواب، وبكده انا اثق في كتاب معين اللي يبقى مرجعي لما اعوز ان انا ارجع له. طب ممكن يكون ابن سيرين قوي في جزئيه لكن نابلسي ضعيف في جزئيه تانية، يبقى انا في الجزئيه دي انا عرفت فين الضعيف وفين القوي، يبقى انا شفت حد شاف رؤيه، الرؤيه دي محتاجه لكتاب فلان، فلازم الانسان يلم بكل العلم ده علشان يعرف يفسر الرؤى. هل توجد مثلا مدارس لتفسير الاحلام؟ هل التفسير بيعتمد على اسس دينيه اسس نفسيه علميه، ولا كل مفسر بيعتمد على منهج مختلف؟ هو الرؤى ليس لها قاعده ثابته، لكن الرؤى ليها ضوابط تضبطها، يعني ايه؟ يعني ملهاش قاعده ثابته ان احنا نقدر نمشي عليها، لان بتختلف الرؤيه باختلاف، قلنا باختلاف الفصول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقترب الزمان لا تكد رؤيا المؤمن تكذب، واقتراب الزمان فسرها العلماء باني اقتراب فتره طول الليل من النهار، وده ما بيتحققش الا فصل الربيع، يعني معناها ان فصل الربيع ده فصل هو اللي بيكون فيه اصدق الرؤى اللي بيكون فيها طول الليل قد طول النهار. ولو احنا ذكرناها بمثال علشان نعرف برضو ازاي القواعد الثابته الضوابط اللي بتضبطها، احنا مثلا لو قلنا الفصول دي اساسيه في تفسير الرؤى والاحلام، ان احنا نعرف الفصل اللي هو شاف فيه الرؤيه. هل مثلا يعني ازاي؟ ذهب رجل الى معبر وليكن ده مثال، وقال له رايت البارحه اني اكل تين، قال له سوف تضرب بكل طينه عصا. وبعد فتره تكاد تكون شهر او حاجه، فذهب تاني للمعبر وقال له رايت نفس الرؤيه اني اكل تين، قال له سوف تضرب سوف يخرج على جسمك حب بكل تينة حب، يعني مرض. بعد كمان فترة شوية أيام بسيطة ونفس الشخص شاف نفس الرؤية فذهب لنفس المعبر، رأيت البارحة أني أكل تين، قال له سوف ترزق مال وهذا رزق حلال. فقالوا افتني، ما هو نفس الرؤية لنفس الشخص وشفتها نفس اتكررت معايا، ايه اللي خلاها اول مرة اتضرب بالعصي وتاني مرة طلع على جسمي حب وفعلا مرضت، تالت مرة يجي لي رزق وفعلا انا وجدت الرزق وانا جاي لقيت الرزق وانا جاي. قال له في المرة الاولى لما شفت رؤية التين كان الشجر ينفض اوراقه ما فيش منه الا العصي. طيب المرة التانية كان منبت حب صغير ولا يصلح للاكل، يعني طعم الحب ده مش مظبوط ان انت تاكله، وحتى لو اكلته هتحس بطعمه مر، فده مرار المرض، يبقى انت هتمرض بكل عدد كل تينة اكلتها.
طب والمره الثالثه لا ده كان التين جميل ومثمر وكان شجره حلو، ممكن يبقى ده رزق هاني وعاجل على حسب طعمه ليك. يبقى في ضوابط بتضبط الرؤى، ملهاش قاعده ثابته لكن في ضوابط بتضبطها زي القران والسنه. يعني احنا مثلا لو جينا قلنا مثلا وليكن رؤيه اللبن، نلجأ ساعتها انا شفت ان انا بشرب لبن، هنرجع للسنه، نرجع للقران الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى كان كاد اللبن يجري من بين اظافري واعطيت فضله لعمر. قال وما اولته يا رسول الله؟ قال العلم. فمعناها ان انت هتعلم علم او هتحصل على علم في الفتره اللي جايه دي او هتنجح في علم. فاحنا كده في ما فيش قاعده ثابته لكن في ضوابط بتضبطها. ممكن ان احنا مثلا نلجأ لبيت شعر، واحد بيرى في منام ان هو بينام وحاسس براحه وبينام نايم وحاسس ان هو سعيد في النوم ونايم. فنرجع مثلا نقول بيت شعر يقول ايه، واذا السعاده لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن امان. يبقى انت الايام دي هتبقى سعيد، الفتره اللي جايه تبقى مرتاح لان كل حاجه عندك امان. يبقى دي ضوابط بتضبط الرؤى لكن ملهاش قاعده ثابته، وبتختلف الرؤيه باختلاف العمر. يعني تختلف مثلا بالعمر ازاي؟ يعني مثلا رؤيه رجل وذكر وانثى، رجل ذكر وانثى، متزوج غير متزوج. لو قلنا مثلا متزوج غير متزوج، قلنا الخاتم. لو قلنا مثلا شيء بسيط ان واحده شافت نفسها بتلبس خاتم او رجل شاف نفسه بيلبس خاتم، طيب ايه افرض انها قالت انا طب هسالها الاول، هو انت ايه ظروفك الاجتماعيه؟ انت مرتبطه؟ طب متزوجه؟ الخاتم هو ايه في المنام؟ هو امتلاك شيء لم يمتلكه الانسان من قبل. يعني زي يعني مثلا انا نفسي في امنيه غاليه قوي وما اتحققتليش، فلما تحاول دي بقى زي الخاتم في صباعي خلاص. ايه هو بقى الخاتم في صباعي؟ انت لسه بنت ما تزوجتيش، يبقى ايه امنيتك اللي عايزه تتحقق؟ هي حاجه توب في حياتك وفعلا عايزاها تتحقق، يبقى ده الخاتم. يبقى انت عايزه عريس، يبقى انت هتتزوجي الايام اللي جايه. طب انت متزوجه، يبقى انت ان شاء الله ومحتاجه انجاب، يبقى الايام اللي جايه دي ابشري ان في انجاب. طيب انت حامل فعلا وربنا هيكرمك، انت نفسك في ايه؟ نفسي في ولد. يبقى الخاتم هتبقى زي الخاتم في صباعك، يبقى انت هتنجبي ولد. فبتختلف الرؤيه باختلاف ظروف الانسان وباختلاف نوعه كان ذكر او انثى. لو جينا قلنا مثلا بالنسبه للنوع ذكر او انثى، طول شعر المراه بهاء وجمال وزياده في مال، حاجات جميله قوي. طب طول شعر الرجل لا يستحب في المنام، ذل وفقر ومهانه. ما لازم اسال مثلا انت النوع اللي بيكلمني ايه؟ اذا كان رجل يبقى الشعر ليك مأذون. طب لو راى نفسه ان هو حلق شعره، او حلق الشعر للمراه صعب جدا، فراق عن زوجها وضياع مالها وحاجات صعبه جدا، لانها في الحقيقه غير مستحب ان المراه تبان من غير شعر. اما الرجل شعره حلق شعره بيحلق لما بيكون ساعه الاحرام في الحج، فبتبقى دي راحه وقضاء حاجه وتمام امور، فبتبقى ساعتها بشرى جميله قوي ليه، والله تعالى اعلى واعلى. هل فعلا من يرى الرسول عليه الصلاه والسلام في الرؤيا له كرامه، يعني له كرامه مختلفه عن الانسان العادي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولا يجوز ان نقول الانسان ده ليه كرامه او ملوش كرامه علشان نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن هو ملوش كرامه بس ربنا رايد يهديه وكانت الهدايه على ايد الرسول صلى الله عليه وسلم. رأى رجل في منامه شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متجرد من ملابسه وبيغطيه، فذهب لمعبر. الرجل ده كان ملك تقريبا ظالم وما بيعملش اي حاجه خير، فقال له وبيحكم بغير الحق، فذهب لمعبر قال له رايت الرسول صلى الله عليه وسلم ومتجرد من ثيابه وانا بغطيه، فقال له انت تحكم بغير الحق وتغطي الحق، لان رؤيه الرسول حق وانت بتغطي، يعني مسكت حاجه غطيت بيها الحق، يبقى انت بتكتم على الحق وبتغطي عليه، انت حاكم ظالم. فده مش معناه ان ده انسان عنده كرامه او ما عندوش كرامه، لكن رؤى الرسول لابد ليها من تشويق. يعني استاذ كبير وعالم جليل مع تلاميذه بيقولوا له احنا عايزين نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، نعمل ايه؟ قال له طب انا عازمك عندي النهارده في البيت وهقول لك ازاي تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. عزمه وجاب له انواع من الاطعمه كلها من الحوادق وقال له كل، وشال عنه الميه خالص. بعد ما اكل كل الانواع الحوادق ده فطلب يشرب، قال له معلش هي الميه قطع عندنا. فقال له طب بس انا مش هقدر انام، قال له لا انت نام ولما الميه تيجي انا اصحيك اسقيك. وبعد اذان الفجر قام صحي عشان يصلي الفجر، كان عطشان جدا. قال له حلمت النهارده شفت رؤيه؟ قال له شفت. قال له طب قول لي شفت ايه؟ قال له شفت ميه وكوبايات ميه وميه بتجري من الحنفيه وميه بتجري قدامي. قال له لانك عطشان فنمت عطشان فحلمت بالميه. لو تعطشت لحب الرسول صلى الله عليه وسلم هتلاقي نفسك بتشوفه في المنام وبتشوفه في رؤيه. حب الرسول صلى الله عليه وسلم هتلاقي نفسك شفته، وده الدرس اللي انا كنت عايزه اعلمه لك. فرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يكون الإنسان روحه راضية، وصل لمرحلة من الرؤى بيقسمها ابن القيم بيقول الروح المطمئنة، النفس المطمئنة، النفوس ثلاث، النفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة.
لما الانسان يوصل للروح المطمئنه ويشوف الرسول عليه الصلاه والسلام رؤى العين بتحصل له حاجات جميله قوي في امور الدين والدنيا. هنطلع لفاصل ونرجع بقى عشان خاطر من يريد ان يسال الاستاذه احلام، فممكن جدا نسالها في احلام او رؤاه وتوصلها له ان شاء الله بعد الفاصل. سيجموند فرويد مؤسس علم التحليل النفسي وعلماء القرن العشرين أن الأحلام هي مجموعة من الرموز التي يخلقها العقل الغير واعي ويبرزها من خلال الأحلام، وما علينا سوى أن نقوم بفك هذه الرموز حتى نستطيع فهم المعنى الذي ينطوي عليه الحلم. ولا شك أن هاجس تفسير الأحلام يلقى اهتماماً كبيراً من غالبية الناس على اختلاف عصورهم وانتماءاتهم الدينية والفكرية، وقد ورد علم تعبير الرؤى في القرآن الكريم والسنة المطهرة، فكيف يرى الناس عالم الأحلام؟ أحلام ديت متنفس طبيعي للحياة اللي واحد بيعيشها في والروتين والأحداث اللي بيعيشها في الحياة. في بعض الأحيان بتبقى أحلام اليقظة، نقول أحلام اليقظة وأحلام العقل الباطن بيفرزها دايما على طول. ساعات بيبقى حلم من عند ربنا، وساعات بتبقى رؤية للإنسان، وساعات بيبقى العقل الباطني بتاع الإنسان شغال اللي هو بيفكر في حاجة وإن الحاجة دي تجيله في الأحلام. المشاكل اللي في حياتنا اليومية كل دي بتخزن في العقل الباطن، وبعد كده بنيجي بالليل بنسترجعها بطريقه معينه. الاحلام مش كلها بتبقى حقيقه ومش كلها برضه بتبقى هواجس. يعني حلم ده اشاره من عند ربنا عشان بتنظر ان في حاجه جايه خير جايه قريب. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ذهبت المعجزات وبقيت الرؤيا الصالحه، يراها العبد لنفسه او ترى له. عليه الصلاه والسلام قال ان لم يبقى من النبوه الا المبشرات. قالوا ما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحه. الرسائل التي تبعثها الرؤى الصادقة إلى صاحبها في المنام، فقد تأتي على هيئة بشارة سارة بأمر ما، وقد تجيء على هيئة إنذار من شر كيتقي. أنا لاعب كاراتيه، وحلمت أن أنا كان عندي تصفيات منتخب مصر، والحمد لله بعد كده عملت أول في تصفيات منتخب مصر ودخلت المنتخب وبقيت لاعب منتخب مصر. حلمت عمي متوفي نفس الصورة اللي أنا شفتها بيه بعد 3 أيام توفى. أنا شفت رؤية من حوالي 5 سنين إن النبي صلى الله عليه وسلم جانا في المنام قبل صلاة الفجر. والله بعد أسبوع كنت في السعودية بزور حضرة النبي. حلمت أحلام كتير بس ولا حلم اتحقق. على الرغم من أن الأحلام حقيقة في حياة النائم ولها آثارها المباشرة وغير المباشرة على حياته وهو في اليقظة، إلا أن دراسة الأحلام ومحاولة تفسيرها تجاذبتها آراء ونظريات إنسانية لا تزال في مستوى الفرضيات، وستظل حياة الإنسان لا تخلو من الأحلام سواء تذكرها بعد اليقظة أم لا. لمياء حسان، برنامج بوضوح مع دكتور عمرو الليسي، قناة الحياة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. هنبدأ ناخد اتصالات تليفونية. معانا الأستاذة فادية من القاهرة. أستاذة فادية تفضلي. أنا سامعك، تفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بقول للست الكريمة اللي مع حضرتك. نعم تفضلي يا فندم معاك. أيوة، أني أنا شفت في يعني طلعت مكان ده كان فسيح قوي ولونه أخضر، وشفت حاجات مقتنيات صغيرة محطوطة زي جمل، زي عباية، زي عصاية، زي سيف، فبسأل وحواليها زي أناديق، فبسأل إيه الحاجات دي؟ قالت مقتنيات الرسول. فبصيت من الناحية التانية لقيت سرير صغير كده، مش صغير يعني سرير، مش السرير التقليدي بتاعتنا يعني، زي حاجة مسدودة على 4 قواعد ونايم عليها حد. فأنا رحت لحد هذا المكان فبقول يا ترى أنت مين؟ قال لي أنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخدت إيده بوستها وقلت له أنا بحبك قوي يا حبيب الله، أنا بحبك قوي يا حبيب الله. فطبطب على كتفي وقال لي وأنا بحبكم كلكم كمان عليه الصلاة والسلام. وبعدين انتقلت في مكان زي ما يكون، هو مش زي ما يكون، هي الكعبة.
ولكن الكعبة محطوطة على ثلاث درجات مش زي ما احنا بنشوفها كده ما كنا بنعمل عمرة. فلقيت حد جاي من ناحيتي، شخص أصفر بلحية كده طويلة مدببة، والناحية الثانية من عكس الحجر الأسعد واقف ثلاث بنات طوال جدا، شعرهم أصفر لحد كعبهم، عينيهم كبيرة ورموشهم كبيرة. فجي صوت جنبي، فأنا بكلم الصوت ده بقول له مين ده؟ قال لي ده سيدنا أبو بكر عليه السلام. فأنا رحت لحد عند سيدنا أبو بكر وجاي أسلم عليه، فراح حاطط في إيدي حاجة زي ما يكون عملة فضة، ولقيته بيبتسم قوي. قلت له على فكرة أنا شفت الرسول، أنا على فكرة أنا شفت الرسول خمس مرات وسلمت وبص على إيده مرة. عليه الصلاة والسلام. وشكرا لكم. الله رؤيتي جميلة. يعني اتفضلي. جميلة حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بسم الله ما شاء الله على رؤيتها، لازم أقول كده علشان ما تحسدش. ما شاء الله. السيدة دي أول حاجة المكان الفسيح دايما ده مكان العبادة. الست دي ولو هتقدر ترد عنها وتتصل تقول ان كلامي صح، الست دي عابده بتقرب لربنا كتير قوي، ونفسها وصلت للنفس المطمئنه، شافت مكان فسيح. المكان الفسيح دايما والاخضر بيدل على العباده والزهد، الانسانه دي عابده وقريبه جدا من ربنا. ورؤيه الرسول لسه احنا بنقول عليه الصلاه والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي. شافت جمل، شافت عصايه، شافت سيف، وقالوا من مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم. الجمل ده معناه صبرها، اخذت عليه اجر. الجمل ده دايما بيدل على الصبر لان هو كتير قوي، وبنقول عليه سفينه الصحراء وبيمشي من غير ميه وكلام ده، فده يعتبر هي صبر على حاجات، وربنا بيديها المساعده في العصايه لان العصايه دي يعتبر مساعده للانسان في حياته لما بيحلم ان هو ماسكها او بيتكئ عليها او بيشوفها من المقتنيات. وكمان شافت الصديق ابو بكر الصديق، وشافت بنات، البنات دي دنيا جميله قوي في الايام اللي جايه دي ليها، ابشري. فالرؤيه دي كلها بشرى بخير، والله تعالى اعلى واعلم. معنا عمل متقبل ان شاء الله. السيده ام ادم من اسكندريه، اتفضلي يا ست ام ادم. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ عمرو اتفضلي. انا حلمت ان كان واحد لابس ابيض فابيض ودقنه كبيره، كان اخدني معايا انا واختي ماشيين وراه. فبقول له انت موديني فين موديني فين؟ قال لي تعالي معايا وانت ساكته. فضلت ماشيه وراه، طلع حته عاليه جدا قوي. فبقول له انا مش عارف اطلع، قال لي لو عملت كويس هتطلعي. طلعت معاه انا واختي، فضلت طلع معاه. في الاخر لقيت بعد ما طلعت كميه كبيره قوي معاه، لقيت نفسي نزلت مره واحده. لقيتي كميه ناس؟ فقعدت انادي عليه واقول له سيبني رايح فين، انادي عليه فما ردش عليا ومشى وسابني. الراجل اللي هو طلعك. لكن انت ما نزلتيش؟ نعم. ما نزلتيش تاني؟ لا ما حلمتوش تاني. طيب تابعينا. شكرا اتفضل. بنقول الاشخاص في المنام بيختلف الشخص من الطفل للكبير للكهل. بتقول راجل ابيض وشعره ابيض ودقنه كبيره، ده عمل، عمل طيب انت عملتيه، العمل ده سبحان الله بتاخدي بيه ثواب وبتاخدي بيه حسنات لانك انت طلعك بيه مكان عالي. لكن احذري لانك انت طلعتي وما عرفتيش تنزلي وبتنادي على ناس. طلوعك وعدم نزولك معناها ان انت بتعملي الحاجه وبعد كده ممكن تكوني بتندمي على انك عملتيها او بتزعلي ان انت عملتيها، يعني عايزه تعملي الخير وعايزه تعملي اكتر لكن مقصره شويه بانك انت بعد ما بتعملي ممكن تكوني بتمني شويه او تقولي انا عملت او انا سويت. فانت حاولي ان انت حاجتك ان انت تستعيني على قضاء حاجة بالكتمان، وما تقوليش لحد على انت بتعمليه وما تمنيش باللي انت بتعمليه علشان يفضلك العمل الخير تقدري ان انت تتحركي فيه، والله تعالى اعلى واعلم. معانا السيده فاطمه من البحيره، اتفضلي ست فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ستي، اهلا وسهلا. لو سمحت والله ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي اتفضلي. طيب انا بنتي كانت مخطوبه وشافت رؤيا بعد ما فسخت خطوبتها حوالي باسبوعين ثلاثه كده، ان خطيبها ده جه وجاب لها خاتم ولبسه لها وفي فص اسود، وبعدين هي جالها واحد ثاني، شافت رؤيا ثانيه قال لها، جالها العريس الثاني ده، فبصينا لان خطيبها جالها ثاني وجايب لها بنوته صغيره وبقول لها دي بنتك، قالت له بس انا ما خلفتش، قالت له، قال لها لا دي بنتك، قالت له لو هي بنتي تبقى المفروض تبقى عندي، هي عندك بتعمل ايه؟ فبعدين خدتها ودخلت تلعب يعني فرحانه بيها كده وبتلعب بيها، فباباها بقول لها ايه ده؟ قالت له بنتي يا بابا، قال لها يلا على خيره الله ربنا يخلي. طيب قولي لي هي الرؤية دي انت اللي شفتيها ولا بنتك؟ نعم؟ انت اللي شفتيها ولا بنتك؟ لا بنتي، بنتي اللي شافت الرؤيتين، الخاتم طيب والبنوته الصغيره. عايز اسال بس لو هي جنبك، الطفله اللي اداها لها خطيبها طفله تحمل على الازرع ولا طفله كبيره بتمشي؟ طفله كبيره ولا صغيره؟ سنه كده، حتى كانت ماسكه في ديلها ومش راضيه تسيبها. اللي هم بيحملوا على الازرع بتتشال؟ نعم؟ بتتشال الطفله، بتتشال تحمل على الازرع، بتشيلها يعني بنتك؟
شايلاها من الاطفال اللي بيرضعوا الصغيرين بتديلها من تحت بتديل فستانها من تحت مش راضيه تسيبها. طيب تابعيني ان شاء الله خير. اتفضلي. طبعا مش المفروض ان حد علشان يبقى يا جماعه على نور لو ربنا كرمنا كده واستمرنا ان لما حد يفسر لصاحب الرؤيه نفسه هو اللي يقول لي الرؤيه، لان انا بسال حاجات دقيقه جدا هي بتساعد في تفسير رؤيتي. ليه بقى بسال عن الطفل الصغير يا استاذ عمرو؟ الطفل الصغير بيقولوا الطفل الصغير اللي بيحمل على الاذرع اللي هو بيرضع الصغير ده بيعتبر هم او مشكله. ليه بقى؟ لاني لا يربى الا بمقاسات الهموم. ست يعني لو بصينا الحل اي حد شايل طفل صغير بيبقى محتاس بيه، دايما عايز يقعد في مكان لوحده، عايزه ترضعه وعايزه تاكله، بيعيط بيزن مش عارفه اتكلم حد، فبتبقى ملخومه في مشكله، بتبقى المشكله دي صعبه جدا وهي لوحدها اللي شايلاها. فعشان كده بسال على بعد الطفل ما بيكبر شويه او الطفله بتكبر شويه بتبلغ او تبقى عندها مثلا 3 سنين او 4 سنين اللي هي تقدر تقول لها هات الطلب تجيبه، ده بيبقى مساعده ليها وخير ودنيا جميله قوي البنت. لكن الاطفال اللي هم بيحملوا الازرع سواء ولد او بنت بيبقى اهم، والولد بيبقى اقوى في التفسير من البنت. اما الولد او البنت الصبي وبعد كده بنفسرها تفسيرات تانية، كل مرحله من العمر لها تفسير. فرؤى السيده فاطمه في مشكله، طبعا هي بتقول خطيبها الاولاني وفي خطيب تاني جاي وجايب لها خاتم، ان لم يكن من حديث النفس، وده اللي كنت عايزه اعرفه من البنت اللي شافت الرؤيه، لان احنا قلنا ما يحدث المرء نفسه، ان انا بفكر في خطيب الاولاني طب هيرجع لي طب التاني هيجيب لي ايه. لو كانت دائمه التفكير طول النهار وبتفكر ان ترجع له فده معناه من حديث النفس والله تعالى اعلى واعلم، وده ملهوش تفسير. حديث النفس بقى عايزه اوضح برده نقطه، ان حديث النفس ايه الفايده منه؟ يعني احنا قلنا تحزين الشيطان، الانسان بيقعد بيستعيذ بالشيطان ويلجأ لربنا سبحانه وتعالى. طيب حديث النفس ايه الفايده منه؟ ان انا اشوف نفسي اني انا بفكر في حاجه او في من احب او في من مثلا حد انا زعلانه مع حد وبحلم ان انا بزعق معاه او بتخانق معاه او كده. سيجمان فرويد بقى وضحها، ده علماء النفس مسكوا الجزئيه الوحيده دي من تفسير الاحلام من الرؤى. يعني لما الرسول قسمها عليه الصلاه والسلام وقال الرؤيا ثلاث، رؤيا من الله عز وجل، ورؤيا من محدث المرء نفسه، ورؤيا من تحذين الشيطان، والعلماء الاسلام اشتغلوا على الثلاثه دول. اما سيجمان فرويد وعلماء الغرب كلهم اشتغلوا على حديث النفس والحاجات اللي راسبه الكامنه في اللاشعور، وان دي بتاثر بتعمل اتزان انفعالي. يعني مثلا انا لما اشوف نفسي انا زعلانه واشوف نفسي بقول كل الكلام اللي ادبي واخلاقي تمنعني منه طول النهار، فبشوفه في منام ان انا بقوله في الرؤيه وما بحاسبش عليه او ما باخذش عليه. واحد بيحب انسان قوي وبيهم فيه بيشوفه في منامه وبيقعد معاه وبيتكلم معاه، فبيصحى الصبح مبسوط عنده اتزان انفعالي. فرويد قال الحلم اشباع بديل لرغبه، يعني كان تفسيره للحلم قصده كده، اشباع بديل لرغبه، ان هو بيصحى الصبح عنده اتزان انفعالي، انا مبسوطه، انا كنت مع انسان بحبه، انا كنت مثلا قلت الكلام اللي عايز اقوله او اللي عايز ازعق في حد او اتخانق معاه مش عارفه اقوله طول النهار، فبصحى الصبح مبسوط وعندي اتزان انفعالي. فانا بسال الشخص اللي قدامي انت كنت بتفكر في الحاجه دي؟ انا كنت بخاف افكر في خطيب الاولاني وحلمت ان هو جاب لي خاتم وحلمت. طب الحاجه دي تبقى من حديث النفس وليس لها تفسير. وطبعا انا مش بفسر الرؤى لوحدي، ده اللي بيقول لي الرؤيه ده هو بيساعدني في التفسير كمان. انا يعني احنا اجتهادات وممكن يكون بنخطئ اكتر من 70% خطا، بس بناء على كلام اللي قدامي ومعرفه ظروفه وانه يكون صريح معايا بتتفسر الرؤى صح. نعم. معانا الاستاذه سميه من المنصوره، اتفضلي يا ست سميه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا ست. ايوه احنا واقفه كده على حافه عمارة عاليه قوي. ايوه. وبعدين ماسكه بحد بايديا الاثنين وكل شويه ابص لتحت، فصبرت على وقفتي ديت لحد ما جه ناس ما اعرفهمش وبعدين صحيت على كده. انت واقفه على حافه عماره عاليه وبس ما وقعتيش، بتبصي من فوق بس. نعم. ما وقعتيش من المكان ده المكان العالي؟ لا ما وقعتش، بس لما حسيت ان في ناس جم كده ومعاهم برضو احساس فطمنت ومشيت على كده يعني. طيب ابشري. كل شويه ابص لتحت في الارض. بس بتحسي انت وانت بتبصي من تحت بتحسي بخوف ولا انت بتحسي عادي ان انت حاسه في مكان مرتفع عن الناس؟ لا انا كنت بقول لها حافظتك عماره عاليه جدا وبعدين كل شويه ابص على الارض الاقيها عاليه. فكنت خايفه بس ماسكه الحبل بايديا الاثنين. اه لكن انت احساسك شعورك كان خوف وانت واقفه في المكان العالي. اه خوف. طيب انت في الطبيعه عندك فوبيا من الاماكن العاليه؟ بتخافي من الاماكن العاليه في الطبيعه؟ اه يعني ده يعني. اه انت بتخافي اصلا تقفي في مكان عالي؟ اه. طيب تابعيني. اتفضلي. كده عرفت الظروف، هي بتخاف من المكان العالي ودايما بتشوف نفسها في مكان عالي وانها بتبص من فوق وخايفه، ده يعتبر برضو من تحزين الشيطان وملهوش تفسير على اساس انها حاجه بتخاف منها او عندها فوبيا منها، والله تعالى اعلى واعلم. معانا مدام حنان من اسكندريه، اتفضلي يا مدام حنان. ايوه مساء الخير. اهلا بيك، اتفضلي. كنت عايزه اسال استاذه احلام، ماما حلمت حلم يعني ان اختي الصغيره اديتها 2 كيلو. ماما حلمت حلم الاخت الصغيره، يعني دي كده يعتبر ممكن نفسرها صح. وكيلو تاني. هل ماما موجوده؟ ممكن ماما هي اللي تحكي الحلم؟ لا مش هتعرف تتكلم بصراحه. اه هي حققت لنا يعني.
فاديتها 2 كيلو لبن، قالت لها ده انت وحنان يعني الكيلو ده، فضت كيلو في ازازه والكيلو الثاني لقيت فيه بذر برتقال. طيب تمام تابعينا. تمام. اولا الرؤيه دي رؤيه منقوله، وانا ما بفسرش الرؤيه المنقوله، لكن احنا ممكن نقول رموزها، لكن ما تاخدهاش مني تفسير لانها ما تعتبرش تفسير صح، لازم تكون صاحبه الرؤيه نفسها. وهقول ليه برضو يا استاذ عمرو لو ممكن. اولا هي قالت اللبن ده ليكي انت واختك، اللبن ده احنا قلنا علم وفسرناه بالحديث الشريف اللي احنا لسه قايلينه، فطبعا في هترزقي علم انت واختك او حاجه كويسه، او الايام اللي جايه دي هتقعوا في منزله جميله او علم هتحصلوا عليه، وان كان انتوا مثلا ماشيين في طريق علم ربنا يوفقكم، بتدوروا على حاجه انتوا ما تعلموش عنها او موضوع غامض هتعرفوه في الفتره اللي جايه، والله تعالى اعلى واعلم. نطلع لفاصل علينا نرجع تاني نواصل، وهناخد نتلقى تليفونات حضراتكم بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في ملف تفسير الاحلام مع الاستاذه احلام مفسره الاحلام. وخليني اسالك على فكره الفرق بين الحلم والرؤيه، هل هناك رؤى خير من الله سبحانه وتعالى واخرى باطله من الشيطان؟ طبعا زي ما قسمناها وقلنا الرؤى ثلاث، رؤية من الله عز وجل، ورؤية مما يحدث المرء نفسه، ورؤية من تحذين الشيطان. ففي رؤى بتبقى صادقة جدا ورؤى صريحة اللي هي التنبؤية اللي بتكون إما بشرة أو تحذير أو أمر أو نهي، ودي بتكون لها أوقات. على فكرة يا دكتورة عمرو أنا نسيت ما قلناهاش في أول البرنامج، في أوقات معينة للرؤى الصحيحة. كل الرؤى رؤى بتبقى ايه الاوقات اللي الرؤى الصحيحه؟ رؤى الاوقات الصحيحه احنا قلنا الفصول اللي هي ايه، اللي هي وقت الربيع. في الايام بقى في اليوم بتبقى ما كان بالاسحار اللي هو قبل الفجر لحد انعقاد الانوار شروق الشمس، دي اصدق الرؤى واصحها، ووقت القيلوله اللي هو العصاري. وقت القيلوله اللي هي بعد العصر؟ لا مش بعد العصر، يعني قبل ما تغرب، يعني من بعد الظهر كده لو الواحد نام لحد اذان العصر، بعد العصر بشويه الشمس لو مالت ابتدت تميل، بيبقى كل ما مالت كل ما كانت الرؤيه اضعف. حتى ساعات تلاقي ان رؤيه العصاري دي بالذات ممكن الانسان يشوف حد جاي ماشي على السلم وطالع بيضرب الجرس، فعلا يضرب الجرس ويلاقي نفس الشخص. بتبقى الروح شفافه جدا كل ما كانت فتره القيلوله العصاري. العلماء اجمعوا على كده، قالوا اصدق الرؤى، يعني كل الرؤى صادقه، لكن اصدقهم ما كان بالاسحار اللي هو وقت قبل الفجر وصلاه الفجر الى انعقاد الانوار، ووقت ايه، وقت العصاري اللي هو القيلوله اللي احنا بنقيل فيه الفجر. ايه حضرتك بعد صلاه الفجر؟ من قبل صلاة الفجر، يعني تصحى تلاقي الأذان أو تصحى تلاقي قرآن الفجر شغال والفجر وما بعديه لحد انعقاد الأنوار، يعني الدنيا خلاص هتشقشق، دي أصدق الرؤى لغاية الشروق. لحد الشروق. نعم، معنا أستاذة سهى من الزقازيق. اتفضلي يا أستاذة سهى. السلام عليكم يا دكتورة. عليكم السلام، اتفضلي. أنا عايزة أسأل الدكتورة، كان شفت رؤيا والدي متوفي وحلمت إن هو في محكمة، ومحكمة حكمت له إن أنا أدفع له 1000 جنيه أو في المقابل إن أنا أفصص له توم أو أشال له توم. فانا مش فاهمه هو يعني محتاج اعمل له ايه، يعني محتاج مني صلاه دعاء ادفع له تبرع. وفي حلم تاني برضه حلمت ان هو بيوصلني بالعربيه وبيقول لي صلي بالليل ركعتين لله وسبحي كتير. انت فانا عايزه افهم يا استاذه نعم. انت عندك مشاكل او عندك ضيق في حياتك؟ المشاكل العاديه بتاعت الاسره العاديه، الولاد والكلام ده بس. طيب بعد الرؤيه دي شفتي حاجه ازيد من اللي انت متعوده عليها؟ لقيتي حاجه ضايقتك؟ لا 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 ما فيش اي. طيب تابعيني. اتفضلي. انا بسالها ليه، لان التوم مش مستحب جدا في المنام، وبعدين بيقول لها اشري لوالدك مش عارفه توم ومش عارفه اميل ايه، ده في المحكمه اللي حكمت لها وتديله 1000 جنيه. ده معناه ان انت في الفتره اللي جايه دي تاخدي بالك قوي انك انت تتبرعي ولو بصدقه بسيطه، او لو حتى تقدري بالدعاء انك انت تدعي لوالدك المتوفى ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، ممكن تكوني ناسياه شويه. اما بالنسبه اللي هو بيقول لك صلي ركعتين الليل، عايزه اقول حاجه مهمه جدا يا دكتور عمرو، في قواعد ثابته للرؤى لا يجوز الحياد عنها، وهي كلام المتوفى، كلام الطفل في المهد، كلام الحيوان، كلام الجماد والاشياء التي لا تنطق، دي ما لهاش تفسير زي ما اتقالت بالظبط. الميت في دار الحق وكلامه حق، لو جه يقول اعملي كذا اعملي زي ما قالك روحي زوري اخواتك روحي زوريهم، قالك دلوقتي روحي صلي ركعتين قيام ليل، انت محتاجه لركعتين قيام ليل ومحتاجه للدعاء فيهم. فالرؤيه دي معناها بيحسك او جايلك رساله مع والدك صريحه انك انت تقيم الليل او تصلي ركعتين عشان ربنا يخرجك من اي حاجه انت او اي مشكله انت فيها، والله تعالى اعلى واعلم. من الحاجات اللي ما بيفسرهاش المفسر الجيد ان هو ما يفسرش كلام الميت الا اذا جاء المتوفى يشتكي احد اعضائه. او يعني في رموز بقى، انا بشتكي دراعي، يبقى يعني ميت جالي في الحلم وقال لي انا مثلا دراعي بيوجعني، يبقى هو بيشتكي تقصيرك في حد كان بمثابه دراعه. يعني انت ما بيجيش المتوفى الناس تيجي تقول لك ده الميت ده بيتعذب، ده دراعه وجعه، ده مش عارفه ايه، ده جاي في المنام عينه مش عارفه مالها، ده جاي في المنام ماسك بطنه. لا،
لو الميت جه يشكي حاجه لاعضائه يبقى معناه في حد من ذويه اللي كان بمثابه العضو ده، لان اعضاء جسم الانسان ده باب كبير قوي في تفسير الرؤى. يعني احنا لو جينا مثلا قلنا راس الانسان ده رئيسه في العمل او راس ماله او حاجه زي كده، ده رمز. يبقى انت لو مثلا شفت حاجه او راسه وجعاه او حاجه زي كده يبقى معناها ان في ان انت مقصر في توزيع راس ماله او في الورث بتاعه. طيب انا بيشتكي دراعه، يبقى انت مقصر في حق اخوه او في حق عمك او في حق حد كان بمثابه دراعه اللي هي الاعضاء الجسم الانسان. واللي يشوف دايما الميت في سن اصغر من سن وفاته، يعني يشوفه مثلا في الثلاثينات، ما يشوفوش مثلا في سن كبير اللي مات فيه، دايما يشوفوه في سن 32 سنه اللي بيقال العلماء بيقال ان ده عمر الانسان بيبقى في الجنه في سن 32 سنه. فدايما بتشوف الانسان اذا كان مثلا في عذاب او في نعيم او في، المهم ان هو متوفى، بتشوفه ان هو في سن 32، ما بتشوفوش كهل، ما بتشوفوش كبير في السن. نعم، معانا استاذه منال من اسيوط. اتفضلي يا استاذه منال. استاذه منال، استاذه مديحه من القاهره، اتفضلي. الو، اتفضلي يا استاذه مديحه. ممكن اكلم الدكتوره يا سلام؟ معاكي، اتفضلي. دكتوره، انا دايما بحلم ان حد من اخواتي بيديني فلوس. بيديكي ايه؟ بيديني فلوس. فلوس؟ واخر مره حلمت فيها اخويا بيديني طفل صغير وانا مش عايز اخده. طفل بيحمل على الازرق، طفل صغير قوي، بيبي. بيحمل على الازرق، هو ولد، واداني 30 جنيه وقال لي لازم تخفيه. طيب هو حد من اخواتك معين ولا انت دايما بتشوفيهم؟ اي واحد؟ كل واحد مره، يعني مره واحد اداني 20 جنيه والثاني مره اداني 30 جنيه. لكن فلوس معروف عددها؟ ايه؟ فلوس معروف عددها، يعني ما ادكيش فلوس بالجمله. معروف عددها. طيب تابعين، اتفضلي. عايزين نفرق بين الفلوس المعروف عددها والغير معروف عددها. لما الانسان يرى ان في حد اداله فلوس بعمله واحده زي 20 زي 50 زي 1000 2000 حاجات زي كده، بتبقى حاجات ساره قوي وموده بين الشخص وده، او حاجه هي نفسها تحصل عليها، ربنا تبقى بشرى جميله ليكي بحاجه ربنا هيكرمك بيها في الفتره اللي جايه انت محتاجاها. اما اذا الفلوس كانت غير معروف عددها بتبقى معناها هم ونكد بين الشخصين اللي تبادلوا النقود ده، لان لما يكون النقود او الفلوس غير معروفه العدد فالانسان ملخوم في عدها، مشغول بيها، يا ترى كام ضاع مني كام وقع مني كام، فبقاش عارفها. فبتختلف الاعداد الكتيره في الفلوس عن العدد الواحد او الورقه الواحده. اما بقى الاخ اللي اداكي، هي طبعا بتقول دايما بشوف حد من اخواتي بيديني فلوس، واحيانا يعني الرؤيه الثانيه دي بقى كانت تحذيريه، طفل بيحمل على الازرع، يبقى في حد كان او انت واخوكي اللي اداك الطفل ده بالتحديد هيحصل بينكم مشكله، ممكن توصل لحاجه كبيره على قد صغر الطفل، كل ما كان اقل من الطفل، يعني مثلا بيبي بيبي اللي هو اللي بيحمل على الازرع اكبر فاكبر فاكبر، كل ما كان الصغر اقل كل ما كان الهم اكتر او المشكله اكتر، فاحذري وصلي ركعتين وان شاء الله لا تضر، والله تعالى اعلى واعلم. معانا ام يحيى من القاهره، اتفضلي يا ام يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا ستي. انا ام يحيى. ايوه اتفضلي. انا بص كنت بربي عيال في اليتامى وبصيت الناس تلاقي حج. نعم. لقيت انا مره لقيت الناس نايمه على السرير وواحد طويل ابيض كده بيديني حاجه. عبال ما قمت اتخضيت باخدها منه لقيته اختفى. ثواني، انت بتقولي انت في الحقيقه بتربي ايتام؟ لا، ده عيال سيلفي. ايه؟ عيال سيلفي. عيال سيلفك هم ايتام وانت بتربيهم؟ لا، كنت بربيهم و طيب، وبتشوفي رؤيه ثانيه دي بقى غير رؤيه الرؤيه الثانيه دي؟ انا كنت نايمه وبصيت لقيت واحد طويل كده بيديني حاجه، عبال ما قمت اتخضيت اختفى قدامي. لكن اللي اختفى من قدامك، بس انت كنت صاحيه، يعني كنت نايمه؟ لا، كنت نحسانه، كنت في بدايه النوم وصحيتي من النوم فعلا لقيتي كانه كان موجود معاكي ولا دي حاجه ثانيه بقى غير الرؤى. طيب تابعينا. طيب شكرا، معانا اخر، اتفضلي. طيب هو طبعا هي بتقول انا بربي ايتام في الحقيقه ربنا يجرك بهم ثواب وان شاء الله خير، بس ما لهاش علاقه بالشخص الطويل اللي انت شفتيه، وهي اصلا في بدايه النوم ده ما بتكونش وصلت لمرحله الاحلام. مرحله الاحلام دي بتيجي في المرحله اللي هي دي نسميها ايه، اضغاث احلام دي؟ لا، اضغاث احلام دي حاجه ثانيه. اضغاث احلام دي بتبقى حاجه طويله، رؤيه طويله قوي وبتبقى لا يشاكل بعضها بعض. احنا بنقول الاضغاث، الضغص في اللغه العربيه هو الشائبه، والاضغاص هي اشياء لا يشكل بعضها بعض، مختلطه وطويله. نتكلم فيها الحلقه الجايه ان شاء الله. نتكلم فيها. اما بالنسبه لانها صحت من النوم وشافت حد طويل ولسه تاخد منه حاجه ومشي وهو اصلا لسه ما نامتش،
ما وصلتش لمرحله المرحله اللي تحصل فيها الاحلام اللي بيسموها الاطباء مرحله العين، حركه العين السريعه، ودي بتكون في مرحله متاخره جدا من النوم، فهي لسه في بدايه النوم. دي حاجه موجوده معاكي في المكان، محتاجه ان انت تفتحي قران في المكان ده، او ترقي نفسك قبل ما تنامي وتسمي وتعملي اسوه بالرسول صلى الله عليه وسلم، تنفضي فراشك قبل ما تنامي، وانت بتبتدي النوم تنامي على جنبك الايمن مستقبله القبله، وتضعي يدك اليمنى تحت خدك الايمن، وحتى لو ما كانش حاولي ان انت تستقبلي القبله، بعد كده اتحركي زي ما انت عاوزه، وادعي الدعاء: اللهم اني وجهت وجهي اليك، واسلمت ظهري اليك، وفوضت امري اليك، لا منجا ولا ملجا منك الا اليك، اللهم ارني رؤيا صالحه مفرحه، وتنامي على جنبك الايمن مش هتشوف الحاجات دي، لان العين ترى ما هو كائن، اما الروح ترى ما هو موجود. يعني انا ببقى شايفه بعيني حاجات في المكان، لكن روحي بتشوف حاجات العين ما بتشوفهاش. هي شافت فعلا حد، هي الروح فعلا بتنتقل عند النوم الى اماكن اخرى بيحدث بيها الحلم، وبعدين بتعود مره ثانيه. يعني لا، هي مش بتنتقل لمكان، هي الله يتوفى الانفس زي ما احنا قلنا في الايه الكريمه، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. في حاله خروجها بيكلف بها ملك، ربنا بقى اللي بيأذله ان هو يطلعها على جزء من اللوح المحفوظ عشان تشوف الرؤى. طيب هاخد اخر مكالمه، معلش اعذروني انا اسف، معلش. ام محمد من القاهره، اتفضلي سؤالك بسرعه جدا يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي بسرعه جدا. استاذه احلام، اهلا بيك. حضرتك، انا حلمت اول امبارح، يعني انا حاليا حامل، لسه حامل جديد، فخايفه من حته ولد وبنت، خايفه ان حد يفرح فيا وكده. ان شاء الله ربنا يكرمك بالسلام خير. وواحد جارنا اسمه فتحي خياط حدف لي حزمه نعناع. اداكي حزمه نعناع؟ وبعد كده شمتها لقيت ريحتها حلوه، وبعد كده راح حدف لي حزمه نعناع تاني صفرة. فانا شميتها كده لقيت ريحتها وحشه، رحت حدفتها له تاني وقلت له لا دي ريحتها وحشه انا مش هاخدها. فقال لي لا دي حلوه، قلت له لا دي ريحتها وحشه وانا مش هاخدها. وكان تحت البلكونه كده واحد بيبيع بطيخ، بيقول لي تعالي اشتري، بس انا ما اشتريتش منه ولا حاجه. انت في شهورك الاولى؟ ما خدتش معاك. ها اتفضلي. والله هو الرؤيه دي مالها، ما تخصش الحمله خالص، ما تخصش نوع الجنين. الرؤيه دي بتدل على شويه متاعب او قلق، لان النعناع ده غير مستحب في المنام، واخضر واصفر، ولان كلمه نعناع جايه من كلمه نعي وراء نعي، او زعل وراء زعل، فالنعناع غير مستحب في المنام اطلاقا. وكمان البطيخ من الاشياء الرديئه جدا او السيئه في المنام، البطيخ والنعناع والملوخيه والخضار، كل الحاجات اللي موجوده في سوق الخضار دي ما عدا الفاكهه طبعا. فكل دي حاجات سيئه في المنام، فكان ده تحذير ليكي، ممكن تكوني في بدايه الحمل وهتخشي في متاعب حمل، تعب، الحاجات الاولى دي، وحاولي انت تاخدي بالك من صحتك شويه، والله تعالى اعلى واعلم. استاذه احلام، انا بشكرك، انا بعتذر لكل التليفونات، كم كبير جدا من التليفونات جايه، انا بعتذر جدا ليكم. ان شاء الله الاسبوع القادم في لقائنا الثاني مع الاستاذه احلام هنكون يعني في تواصل. بشكرك جدا، شرفتينا النهارده في بوضوح. بكره عندنا حلقه مهمه جدا، حلقه مثيره جدا، جريمه قتل بشعه، غدا بالتفصيل بالصوت والصوره في بوضوح. بشكركم جدا جدا، تصبحوا على خير.